طبعا مشاهدينا اليوم فقراتنا كلها مميزة وكلها أكيد أنتم اليوم راح تستفادون من عثا، لأنه اليوم إحنا خصصنا لكم كل هذه المواضيع حتى تستفادون من عثا وتعرفون كل الأشياء اللي حابين تحضروها من لبس هدايا وكل هذه التفاصيل الحلوة. طبعا دينا أنا حابة أعرف من عندك مثلا أكو شيء أنت اليوم يعني اكتشفتي إنه أنت تقدرين هذا تسوين شيء إحنا يعني ما كنا مفكرين به مثلا كهدية أو ميز؟ أكيد هواي استفادت. الميز اللي حضرناه أكيد كريستينا هواي استفادت من الفقرات اللي قدمناها، طبعا طريقة تحضير الطاولة وحكينا إذا ممكن نسويها بالبيت يعني وحدنا او اذا احنا عندنا غرفه صغيرونه ونقدر نسوي بيها. وبالنسبه للملابس ايضا احنا دائما نشوف عيد الحب يعني احمر احمر، لا عرفنا انه الملابس ممكن انه صحيح. اسود وابيض ممكن نغير بهاي الشغلات. وبالنسبه للكيك ايضا شفنا هوايه من الافكار انه الكيكه وداخلها هديه، بس دير بالكم مشاهدينا يعني خاف اليوم حجيب هديه بمحبس بشيء وتاكلوها بعدين. ديروا بالكم انتبهوا. نعم فعلا يا لينا، طبعا لينا من نقترب من اي مناسبه نشعر من خلالها بالفرح اكيد، يعني هنا لازم وخاصه من يكون يوم مميز راح نبدي ندور على هديه مميزه، واكيد هديه تختلف عن الثانيه حسب نوعيه المناسبه. فمثلا اليوم يصادف عيد الحب، فشنو هي الهديه المناسبه اللي ممكن نقدمها للناس اللي نحبهم، اذا كانت اخت او اخ او اب أو أم أو زوج أو زوجة؟ وطبعا هنا راح تكون علينا المهمة صعبة جدا. صحيح أكيد يا كريستينا، وبهاي المناسبة دائما نكون بحاجة للتعبير عن الحب والاهتمام اتجاه الأشخاص اللي نحبهم، وأعتقد الهدية هي أكثر طريقة ممكن توصل وتعبر عن اهتمامنا وحبنا للشخص المقابل. لذلك اليوم راح نتعرف على أهم الهدايا اللي ممكن يقدمها الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها بعيد الحب مع مصممة المجوهرات المهندسة شجن الجميلي اللي راح تكون ويانا عبر السكايب من تركيا. يسعد صباحك واهلا وسهلا بيك. يسعد صباحك واهلا بيك بصباح دجله، وكل عام وانت بألف خير يا رب، يعني الله يحفظ لك الاهل والاحباب كلهم. الله يحفظكم يا رب، شكرا على الاستضافه. شكرا لك. طبعا يعني بما انه انت حضرتك مصممه مجوهرات معتمده من عده براندات، حابه اعرف من عندك يعني يمكن احنا بالفتره الاخيره صاروا الشباب قبل كانوا يجيبون دبب ورود، بس هسه يمكن هم فعلا عرفوا انه المجوهرات هي من اكثر الاشياء اللي يحبوها البنات خاصه في هذه المناسبه. تشوفين هذا الشيء تغير يعني الشباب همين قاموا يعرفون انه يختارون هذه الاشياء المميزه الحلوه اذا كانت ذهب او يعني الماس؟ صحيح. بالنسبه للهدايا يعني اكيد كل ما الزمن يتطور كل ما الهدايا والاذواق تختلف. نعم. فبالنسبه للمجوهرات يعني انا اشوفها شيء كلش حلو لان تبقى ذكرى حتى لو بعد سنوات، مثلا خلينا نقول بعد 10 سنوات راح تتذكر هاي الهديه وراح تشوفها وتبقى نفسها محافظه عليها، مو مثل بقيه الاشياء اللي ممكن تتلف او تنتهي. صحيح يعني. نعم يا شجن، احنا اليوم حكينا على هديه الزوج لزوجته، طيب هنا الزوجه شنو ممكن تقدم هديه لزوجها بهاي المناسبه يعني بعيد الحب؟ انا بالنسبه لي يعني كبراند احنا نشتغل على هاي الهدايا اللي هي مو بس تخص الانثى وانما يعني الرجال والنسائي. نعم. مثل الخواتم الاساور يعني متوفره وتناسب كل الاذواق بحيث هي تقدر تاخذ شيء حتى سبيشال خاص بس إلها، ممكن تكتب اسم عليه او ممكن تصميم خاص. فعلا احنا هواي يوم نشوف هواي اكو اشكال بالسوق يعني انه صحيح. يا كريستينا انا شايفه انه سوارات مثل ما قالت ينكتب عليها الاسم، ممكن نظاره، ممكن اكو هواي شغلات ممكن تقدمها الزوجه تكون بسيطه واسعارها مناسبه وحلوه كهديه تتقدم بيك يوم. صحيح فعلا. طبعا انا حابه اعرف من المصممه شجن انه بهذه المناسبه انت سويتي مثلا ديزاين خاص لعيد الحب، لان بدنا نشوف اغلبيه البراندات خاصه المجوهرات يسوون بكل مناسبه مثلا ديزاينات معينه لهذه المناسبه، بعيد الحب صممتي شيء؟ صممت قبل وصممت هسه، يعني احنا نشتغل على هاي الاشياء باستمرار. أيه. واعتقد ما اعرف اذا نعرض على الشاشه بعض من الاعمال اللي اخذناها. طبعا اكيد يعني هي تنعرض واحنا نشوفها. عاشت ايدك، عاشت ايدك، كلش حلوه وراقيه وواحد يحس فيها ذوق. الحب اكيد موجود بكل وقت وكل أكيد. مكان، فدائما نسوي التصاميم اللي تنطي حب واللي تنطي فرحه للي يلبس. اكيد اكيد حلوه. طبعا مثل ما ذكرتي مو بس بعيد الحب، هوايه عندنا مناسبات. الزوجه طبعا من اكثر الناس اللي بالعائله او بالمجتمع هي تتعب وتضحي وهاي، فاكيد يعني تستاهل هديه تليق بيها، فمو الا بعيد الحب بكل الاوقات. اكيد بكل الاوقات.
نعم نعم. طبعا اليوم احنا حكينا يمكن الهديه المناسبه انه يعني الزوج ياخذ لزوجته، ولكن اليوم انت حضرتش ايضا ذكرتي انه لما نصممون تصممون همينا للشباب مثلا اساور او مثلا خواتم. أكيد. شنو الاشياء اللي تشوفيها النساء يحبوها انه ياخذوها لازواجهم، او يعني اذا كان مدير بالعمل او صديق، مو شرط فقط يكون زوج او اخ، شنو الاشياء اللي تنصحين بها انه ياخذوها بهذه المناسبه تكون حلوه؟ بالنسبة حسب انه الزوج شنو وظيفته، شنو عمله، شنو طبيعة الستايل الخاص به. مثلا ممكن اذا هو كان شخصية عامة ممكن البروش يكون مناسب، الخواتم، يعني اشياء متنوعة تبقى حسب ذوقه هو. اكيد هي لازم تكون تعرف ذوقه وشنو يحب، واحنا على هذا الاساس نصمم القطعة. طبعا اكيد يا شجن، احنا نقول عيد الحب مو يعني الا محبين، يعني محب ومحبه، لا اكيد يعني ممكن انه البنيه تهدي هديه لامها، ممكن الاخوها ايضا. زين انت عندك شيء مثلا يخص هيك شيء؟ يعني صممت العفو سلسله من الخواتم اللي هي للامهات العراقيه. بهاي المناسبه يعني ممكن البنت تهدي لامها مثل ما تفضلتي، ويعني كانت سلسلة كلش حلوة تليق بالأمهات العراقية وبصورة عامة جميع الأمهات. نعم أكيد. طبعا شجن يمكن كل شخص تجي له هدية يفرح بيها يعني ونفسيته تتحسن حتى لو هو يكون ضايج بهذاك اليوم. طيب يعني أنا حابة أعرف من عندك اليوم، يقولون حتى الشخص اللي يهدي، يعني مثلا أنا أروح أشتري هدية لشخص معين حابة يكون هو فرحان بيها بعد أكثر، هل هذا الشيء صحيح؟ يعني انت تشوفين انه الشخص اللي دا يجي يشتري الهديه يكون هو فرحان بها بعد اكثر؟ اكيد. هو شوفي، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اقواله انه تهادوا تحابوا، فالهديه شيء كلش حلو للتقارب، تقارب الاشخاص وتزيد الفرحه عند الناس، فالهديه مو قيمتها يعني كلش حلو من شخص يهدي الشخص كفرحه له. صحيح فعلا فعلا اكيد يا شجن، احنا كلش هوايه حابين الاشياء اللي قدمتيها حلوه وراقيه. يعني احنا نشوف اليوم مثلا مثل ما ذكرنا، مو بس الزوجه، الزوج زوجته ايضا، الزوج يحتاج دعم، اكيد هو شخص هوايه مؤثر بالعائله بالمجتمع، فاكيد اكو شغلات هوايه تتقدم للزوج حتى باسعار مناسبه تكون له. انت شنو تشوفين اليوم مثلا بالنسبه للمجوهرات الخاصه بالرجال؟ شوفين عاده الرجال هم ما يلبسون ذهب، او اكثر شيء يلبسون فضه، واذا ما حابس بيها احجار، يعني شلون تشوفين اكثر شيء مهم؟ اكثر شيء اللي ينطلب منه هي الخواتم بالنسبه للرجال، وبالنسبه للاساور اكثر شيء مثل ما تفضلتي الخواتم اللي تحتوي على الاحجار. نعم. يعني جدا حلوه، وبعض والبعض يختار الخواتم الاسلاميه. نعم. اللي يكون بها كتابات إسلامية، هذا الشيء كل شيء ينطلب من عندنا ويعني موجود بكثرة. نعم نعم. يعني شجن احنا كنا سعيدين جدا بوجودك ويانا، والتصاميم اللي شفناها كلش حلوه، عاشت ايدك ما شاء الله، عليك مبدعه. شكرا لك لوجودك يعني اليوم بصباح دجله، نورتينا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا شكرا لكم.